دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبحضور معالي الدكتور المهندس عبد الله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مبادرة أعد التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف تنفيذ 100 جلسة خشبية خارجية تمت إعادة تدويرها وإنتاجها لمستفيدي حي الرقايب السكني بإمارة عجمان. وتأتي المبادرة بالتزامن مع إعلان عام 2019 عاما للتسامح لتكون من بين المبادرات التي تعزز روح المسؤولية المجتمعية. وتم استخدام ما يقارب 20 طنا من الخشب المعاد تدويره بمشاركة ما يقارب 600 متطوع من موظفي البرنامج، فضلا عن متطوعي مؤسسة سوشال هاب المجتمعية، بالإضافة إلى متطوعين من مختلف أفراد المجتمع.